فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يفهم من قوله تروح وتعود أن التوكل وحده لا يكفي؟ نعم، الطير وهي طير لم تكتفي بالتوكل، بل ذهبت تغدو، يعني تذهب من أوكارها تطلب الرزق، تطلب الرزق. فيجمع المسلم بين التوكل على الله وفعل الأسباب، ولا يجلس يقول أنا متوكل على الله ويعطل السبب. نعم.